من انتهت الحرب العالمية الأولى، طرح الجنرال سموتس رئيس وزراء جنوب أفريقيا آنذاك فكرة سماها الانتداب. لفظة الانتداب كان المقصود منها وضع الدول غير الناضجة سياسياً تحت إشراف إحدى الدول الكبرى من أجل أن تصبح قادرة على حكم نفسها بنفسها. الدول المنتصرة بالحرب عجبتها الفكرة ومنحتها صفة قانونية عندما ضمنتها بالمادة 22 من قانون عصبة الأمم. هذه المادة كانت تصنف الانتداب لثلاث مستويات. في المستوى الأول، الدولة المنتدبة مكلفة بتقديم النصح من أجل استكمال الدولة المعينة لعناصر استقلالها، وتم تنفيذ هذا النوع على الدول المنفصلة من الإمبراطورية العثمانية. أما المستوى الثاني، فمهمة الدولة المنتدبة هي الإدارة المباشرة للبلد المعني، واللي تم تطبيقها على بعض الشعوب في أفريقيا الوسطى. أما المستوى الثالث، فمهمة الدولة المنتدبة هي إلحاق الأرض اللي انتدبت عليها بأراضيها وإخضاعها لقوانينها الخاصة، وتم تطبيق هذا النوع على جنوب غرب أفريقيا وعلى الأراضي الألمانية المنتزعة في الحرب. بالنسبة للعراق، فانفرض عليه الانتداب بمؤتمر سان ريمو اللي عقده الحلفاء بإيطاليا بتاريخ 25/4/1920، والعراق أصبح من حصة بريطانيا. لكن الشعب العراقي ما تحمل الموضوع وثار على البريطانيين بهبة جماهيرية انعرفت باسم ثورة العشرين، واللي اضطرت البريطانيين للانتقال من المستوى الثاني للانتداب إلى المستوى الأول، أو بعبارة ثانية استبدلوا الانتداب المباشر على العراق بالانتداب غير المباشر. الحكومة البريطانية كانت خلال سنوات الانتداب تدير العراق من خلال المفوضين السامين مثل أرنولد تالبوت ويلسون وبيرسي كوكس ورنسيس همفريز، وتتدخل بكل صغيرة وكبيرة تخص الشأن العراقي. بمرور السنوات ازداد امتعاض الشعب العراقي من التدخل البريطاني في شؤون بلده، وبالتالي الحكومة البريطانية بعد مفاوضات مطولة مع الوفد العراقي استمرت لسنتين، واللي كان يرأسها من الجانب العراقي الملك فيصل الأول يرافق نوري السعيد وآخرين، وافقت على إنهاء الانتداب المفروض على العراق. مجلس عصبة الأمم أقر الموضوع رسمياً بتاريخ 3 تشرين الأول من عام 1932، والعراق استطاع أن يكون أول دولة بالعالم تتخلص من الانتداب المفروض عليها. إحنا أمة عظيمة ونمتلك تاريخ عظيم، ومو صحيح نسمح للغريب يفرض علينا وصايته ويفكر نيابة عنه.